بونجور دو سيم تو الموند ميز امي زابون ان شاء الله تكونوا كاع بيان. اول مره تشاهد قناه فيرنس بوكس مرحبا بك سوف تستفيد كثيرا. اذا فيديو اليوم ساشرح لكم اسهل طريقه للهجره الى كندا لعام 2023 هنا عن طريق موقع ديستيناسيون كندا فورم موبيليتي. هنا متابعه كامله للفيديو ساشرح لكم كل خطوات التقديم والتسجيل في موقع ديستيناسيون كندا فورم موبيليتي. هنا تقديم بدون اي شروط. ايضا يمكنك التقديم من اي بلد والتقديم لكل الجنسيات من خارج كندا. اذا اسرعوا في التسجيل، لا تضيعوا هذه الفرصه المجانيه للهجره الى كندا. اذا ساذهب مباشره الى الموقع الرسمي وساشرح لكم هذا الموضوع بالتفصيل الكامل. هذا هو الموقع الرسمي لديستانسيو كندا فور موبيليتي كندا.ca. سأترك لكم الرابط مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. هنا الموقع باللغة الفرنسية وهذه هي الصفحة الرسمية، ستجدون جميع المعلومات الخاصة بهذا الملتقى للتوظيف الدولي. هنا سأترجم لكم الصفحة إلى اللغة العربية وسأشرح لكم موضوع فيديو اليوم. هذا الحدث أو الملتقى للتوظيف الدولي خاص بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والضيافة والمطاعم. هنا لدينا طريقة التسجيل بالضغط على هذه الخانة يسجل. متابعة كاملة للفيديو سأشرح لكم طريقة التسجيل خطوة بخطوة بعد قليل. هنا لدينا تعريف هذا الملتقى، هنا خاص بالأشخاص الذين يتكلمون اللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو اللغتين معا. هنا لدينا المرشحين، المؤسسات وأرباب العمل. إذا سأشرح لكم طريقة التسجيل. هنا ستضغطون على هذه الخانة يسجل. هنا طريقة التسجيل تكون باللغة الفرنسية، دائما الشرح باللغة العربية لتفهموا جيدا طريقة التسجيل. إذا سأضغط على هذه الخانة تسجيل المرشح انسكريبسيون دو كونديدا. هنا لدينا فورمولير دانسكريبسيون كونديدا عبارة عن استمارة تملؤونها باللغة الفرنسية. سأترجم دائما الصفحة إلى اللغة العربية. هنا لدينا الضيافة والسياحة، لدينا سونتي الصحة، لدينا هنا التعليم، لدينا هنا النقل وأوتر سيكتور أو قطاع آخر. مثلا نختار الضيافة. هنا لديك الاسم، لديك اللقب، هنا عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك، تأكيد عنوان البريد الخاص بك. هنا ملاحظة قبل النقر فوق حفظ التالي، يرجى التحقق من جميع المعلومات، لن تتمكن من إرجاع أو تغيير التفاصيل المقدمة. إذا يجب كتابة المعلومات الصحيحة لأنه لا يمكنكم الرجوع إلى الوراء عند الضغط على الحفظ. هنا سأضغط على حفظ ثم التالي. هنا لدينا ثلاث صفحات من أجل ملء هذه الاستمارة. هنا منتدى التوظيف في الواجهة الكندية، السياحة والضيافة والتموين. هنا معرض توظيف افتراضي في قطاع السياحة والضيافة والذي سيعقد في مارس 2023. هنا لديكم بداية التسجيلات، لديكم هنا تاريخ المقابلات عبر الانترنت، هنا بدعوة من أصحاب العمل في حالة الحصول على قبول. هنا لدينا أيضا النوك مع الوظائف المطلوبة، مثلا هنا المعالجون، مثلا الخدمات الغذائية، مدير خدمة الإقامة، مثلا مدبرة المنزل الرئيسية، مثلا مشرفون، خدمات التنظيف، الطهاة، الخبازون. هذه هي الوظائف المطلوبة في هذا المنطقة. هنا ستخرج لكم المعلومات السابقة فيما يخص الاسم واللقب وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بكم الذي سجلنا به سابقا. لدينا رقم الهاتف مع رمز الدولة، مثلا الجزائر +213. هنا تكتبون رمز الدولة ورقم الهاتف الخاص بكم. هنا تاريخ الميلاد،
هنا الجنسية، مثلا الجنسية الجزائرية، مغربية، تونسية أو أوروبية، كل الجنسيات موجودة هنا كما تشاهدون. هنا بلد الإقامة، تختارون بلد الإقامة، مثلا أنا الجزائر. هنا القدرات اللغة والمستوى، إجادة اللغة الفرنسية. هنا مثلا التكلم، لديكم معتدل، ضعيف، سيء. هنا القراءة، معتدل، ضعيف، سيء. هنا الكتابة أيضا، معتدل، ضعيف، سيء. تختارون مستوى اللغة الفرنسية. هنا مستوى إجادة اللغة الإنجليزية، نفس الشيء، ضعيف، سيء، معتدل. هنا القراءة، ضعيف، معتدل، سيء. هنا الكتابة أيضا، تختارون المستوى. هنا إذا كنتم تتكلمون مثلا لغات أخرى تكتبونها في هذه الخانة، مثلا تكلم اللغة الإسبانية، الألمانية، أو اللغة العربية، أو الأمازيغية، تكتبونها في هذه الخانة. هنا لديكم المستوى الدراسي، لديكم هنا شهادة الدراسة الثانوية، برنامج ما بعد الثانوي لمدة عام، برنامج بعد، باردو، ما بعد الثانوية العامة. هنا البكالوريوس، هنا الماجستير. تختارون المستوى التعليمي، ثم تضغطون على هذه الخانة، وتضغطون على حفظ، ثم التالي. ننتظر تحميل الصفحة. هنا لدينا الصفحة الثانية، أضف المهن التي لديك خبرة فيها في السنوات العشر الماضية، والتي ترغب في مزاولتها في كندا. هنا خبرة العمل، يجب أن يكون لديك خبرة في هذه المهن والوظائف. هنا الوظيفة الأساسية، حدد مهنتك الرئيسية. هنا تحددون نوع الوظيفة التي تعمل بها حاليا، مدير المطاعم والخدمات الغذائية، مشرف خدمات الطعام، الرؤساء، مثلا أختار، باردون، أختار الطهات مثلا. هنا عدد سنوات الخبرة، لديك من سنة إلى سنتين، من 3 سنوات إلى 5 سنوات، أو أكثر من 5 سنوات، مثلا أختار 3 سنوات إلى 5 سنوات. هنا أريد أن أضيف مهنة ثانية، مثلا لديكم مهنة ثانية يمكن إضافتها في هذه الخانة. هنا نفس الشيء، تضيف المعلومة، تختار المهنة الثانية وعدد سنوات الخبرة. هنا لدينا المهارات، مهارات الطبخ، تعليمات رياضية أو مهارات التدريب، مهارات الإدارة، مهارات الأداء، المهارات البشرية. هنا تختارون نوع المهارات، مثلا أختار مهارات الطبخ. تحدد مهارات الطبخ الرئيسية الخاصة بك، هنا مثلا الطبخ الأول، مثلا إفريقي، من آسيا، فرنسي، إيطالي، مثلا هنا نوع الطبخ، مثلا البحر المتوسط. مهارات الطبخ الثانية، مثلا سوشي كمثال للشرح. مهارات الطبخ الثالث، مثلا فرنسي. مهارات الطبخ برضو الرابع، مثلا آسيوي. مهارات الطبخ الخامس، مثلا بيتزا كمثال. ثم نضغط على هذه الخانة، أشهد أن المعلومات المقدمة على كاملة ودقيقة وواقعية، ثم نضغط على حفظ، ثم التالي. لدينا الصفحة الثالثة والأخيرة، أنت وكندا، اختر كل ما ينطبق. هنا مثلا إذا درست في كندا تختار هذه الخانة، هنا إذا عملت في كندا تختار هذه الخانة، أنت في تجمع الخبرة الدولية بكندا لفئة عطلة العمل تختار هذه الخانة، لديك تصريح عمل مفتوح صاري المفعول مثل عطلة العمل في كندا تختار هذه الخانة، لديك بالفعل موافقة على الإقامة الدائمة في كندا تختار هذه الخانة، لديك أونتري أو حساب أونتري إكسبرس تختار هذه الخانة، لديك عائلة قريبة في كندا تختار هذه الخانة، مثلا لدي عائلة قريبة في كندا كمثال. لدينا الوجهة المقصودة في كندا، تختار كل ما ينطبق. مثلا تختار هنا الوجهة التي تريد الهجرة إليها والعمل، لديك ألبرتا، كولومبيا البريطانية، مانيتوبا، نيو برونسويك، نوفا سكوتشا، الأقاليم الشمالية الغربية، نوناڤوت، أونتاريو، جزيرة الأمير إدوارد، كيبك، ساسكاتشوان، يوكون،
مثلا أريد الذهاب إلى نيو برونسويك، مثلا نونافوت، مثلا كوبيك. هنا ملف لينكدين الخاص بك، إذا لديكم ملف تكتبونه في هذه الخانة. هنا يجب تحميل سيرة ذاتية PDF وتكون 5 ميجا بايت كحد أقصى. هنا ثنائية اللغة إما فرنسية أو إنجليزية بالتنسيق الكندي. هنا سأترك لكم رابط فيديو أول شرحت فيه كيفية إنشاء السيرة الذاتية الفرنسية بالمواصفات الكندية، ورابط فيديو ثاني شرحت فيه كيفية إنشاء السيرة الذاتية الإنجليزية الكندية. تجدون الروابط في صندوق وصف هذا الفيديو لمساعدتكم في إنشاء سيرة ذاتية بالمواصفات الكندية إما فرنسية أو إنجليزية. ثم تضغطون على هذه الخانة وهذه الخانة، ثم نضغط على حفظ ثم التالي. هنا قمت بالتسجيل بنجاح كما تشاهدون. سوف تصلكم هذه الرسالة بعد مدى الاستمارة. نشكرك على اهتمامك بكندا واستكمال طلبك لمنتدى التوظيف. ستتم الاتصالات التالية المتعلقة بالمنتدى عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بك. إذا كان ملفك الشخصي يطابق الاحتياجات التي عرب عنها أصحاب العمل، فستتلقى تعليمات لإكمال خطوات التقديم عبر الإيميل. كل الخطوات التي سوف تقومونها للهجرة إلى كندا. هنا أتمنى أنكم استفدتم من شرح كيفية ملء هذه الاستمارة، وهنا أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وأتمنى أن تكونوا من بين المقبولين في هذا الموقع للهجرة إلى كندا. إذن شكرا على المشاهدة وبالتوفيق للجميع.